اولا انا دكتور طه بدوي، نائب نقيب السودان وعضو المجلس الاعلى لمجلس الصيادلة العرب. انا والله سعيد ان اكون اشارك في هذا المؤتمر، واهني الاخ الزميل محي الدين عبيد برئاسة مؤتمر الصيادلة العرب للدورة الحالية. وسؤالك الموجه بخصوص البورد العربي، هذا حلم حقيقة تم نقاشه في شرم الشيخ، وننتظر أنه تتجمع المعلومات في هذا الأمر حتى يسهل قيام مجلس للبورد العربي، وإن شاء الله يكون السودان هو مقر لهذا البورد العربي، ويكون هذا في إطار اللحمة العربية، لأن كل صيدلي عربي يمكن أن يؤدي واجبه في أي مكان في الوطن العربي، ويكون مؤتمر الصيدلة العرب حقق هدف كبير هو الوحدة العربية الصيدلانية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا من السودان دكتور نصر الدين خالد بابكر اللحوي. دكتور خالد، احنا بنتكلم النهاردة عن نصر الدين. دكتور نصر، احنا عايزين النهاردة نتكلم عن المشاركة في يعني مؤتمر الاتحاد الصيدلة العرب، ورؤيتكم للمواضيع اللي هيتم مناقشتها ان شاء الله في المؤتمر النهاردة ايه، والتوصيات متخيلينها تبقى في اطار ايه؟ بسم الله، صلى الله عليه وسلم. حقيقة ان احنا سعيدين جدا ان نشارك من السودان في هذا المؤتمر الدوري الذي يقام في مصر، وحضور مصر بعد غياب طويل يعني أدى هذا المؤتمر قوة ونكهة خاصة، في أنه يعني كل المخرجات تحت المؤتمر إن شاء الله تكون في إطار التنفيذ إن شاء الله. كل المؤتمر بتناول يعني أوراق علمية وأوراق متعلقة بالدواء وتصنيع الدواء والتسجيل الموحد ومحاربة التهريب وكل الأشياء الممكن يكون فيها تعاون عربي لنهضة مجال الدواء، وفي النهاية الهدف هو علاج طبعا المرضى ورفاهية المواطن العربي. فنحن نتوقع يعني تكون في مخرجات يعني طيبة ومخرجات جيدة في أنه تنهض بالدواء والصيادلة في الوطن العربي، وتنهض بمجال الدواء ومجال تصنيع الدواء والتعاون في مجال محاربة الغش في الدواء ومحاربة تهريب الدواء، وعمل سوق يعني دوائية مشتركة بالنسبة للوطن العربي للنهوض بالمواطن العربي والنهوض بالصناعة الدواء في الوطن العربي بصورة عامة.